يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. صباح جديد ويوم جديد من نهارك سعيد، والنهارده ثالث يوم العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه على كل الامه العربيه، وان شاء الله تنبسطوا وتكونوا انبسطتوا وخرجتوا وسافرتوا وعملتوا كل اللي نفسكم فيه، لانه احنا عارفين كويس قوي ان الناس كانت في قاعده في ضغوط نفسيه وطول الوقت في حرب نفسيه الفتره اللي فاتت دي، ولكن وقت الراحه بقى عايزين ننبسط وان شاء الله نطلع الطاقات السلبيه اللي احنا كنا طول الوقت عمالين بنجذبها كده لينا ومخنا والجسمنا، نطلعها كلها ونحاول ننبسط ان شاء الله في العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين مره تانية، وكل سنه وانتي طيبه ريهام. كل سنه وانتي طيبه يا ساره، كل سنه وكل مشاهدينا بخير. نهار جديد، نهار سعيد، نهار تالت ايام العيد. اكيد طول شهر رمضان وسط الاحداث المتلاحقه كانت بتحصل في مصر، احداث عنف، اشتباكات، استقطاب، كان بيحاول كتير جدا من المصريين ان هم يهربوا من الواقع ده لعالم الخيال وعالم الدراما اللي كانوا بيحاولوا يلاقوا فيها ملجأ من الأحداث اليومية المتلاحقة اللي كانت بتحصل في بلدنا. لكن السؤال، هل الدراما الرمضانية كانت فعلا ملجأ وملاذ، ولا كانت بتنقل الواقع وكانت مرآة للواقع بكل العنف اللي فيه، بكل الدموية اللي فيه، بكل الاشتباكات اللي فيه والمؤامرات أيضا اللي فيه؟ الكلام ده كله ممكن نتناقش فيه النهاردة مع وجوه من مسلسلات رمضان هيكونوا ضيوفنا النهاردة في نهارك سعيد. من نتاج رمضان 2013 ريهام، ان احنا شفنا دم جديد من وجوه في الكتابة وفي الإخراج وفي التمثيل، وكانوا كلهم على قد المسؤولية وأمتعونا في رمضان ده الحقيقة. فعلا السنة دي أعتقد دراما رمضان كانت الأكثر مشاهدة، ما كانوش للكبار النجوم على زي العادة في رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله، يعني رمضانات اللي اعتدنا عليها، ولكن المسلسلات اللي كانت أعلى مشاهدة ويعني من ضمن الاستفتاءات الشعبية اللي بتحصل كانت بوجوه جديدة، صحيح، أو من جيل شباب أكتر أو بطولات جماعية أكتر. يعني أنت كنت بتتفرج على إيه؟ أنا استمتعت الحقيقة، أنا يعني كنت حابة أن أنا أتفرج على كل الأعمال الدرامية، بس للأسف هو بس يعني واحد مش هيقدر أن هو يعمل ده، لكن اتفرجت على حكاية حياة لغادة عبد الرازق، أخدت فكرة عن باقي المسلسلات وقررت أن أنا أتفرج عليها بعد رمضان. واتمنى انه المنتجين يفتحوا يعني سوق جديد وموسم جديد غير رمضان، عشان يبقى كده يبقى فيه نتاج وكده الناس تقدر تشوف الحاجات دي وتستمتع بيها على مدار السنه كلها. من وجوه رمضان اللي معانا النهارده في نهارك سعيد، الفنان الكبير ونجم متالق دايما بيقولوا اللي هو ليه طابع ومذاق خاص جدا، الممثل الكبير احمد كمال، واحد ابطال مسلسل فرح ليلى وكمان مسلسل ذات. احمد كمال هيكون معانا النهارده في نهارك سعيد. صحيح، مسلسل ذات كان مسلسل رائع جدا، من يعني المسلسلات الرائعه فعلا، وكانت عامله سيرفي لتاريخ مصر من ايام الملكيه لحد يومنا. لا، مسلسل حلو بجد جداً. وشابوه يعني، وجود لك ان شاء الله السنه الجايه لكل الناس اللي كانت موجوده في رمضان السنه دي واللي ما لحقوش يعملوا حاجه السنه دي. هيكون معانا النهارده بقى شويه مزيكا، يعني عايزين نسمع شويه مزيكا وصوت حلو جدا جدا. ياسمين علي كانت بتبقى موجوده معانا في نهارك سعيد، وحضراتكم سمعتوها عملت صوت في مسلسل، اعتقد مش اسمهان، كان في مسلسل تاني ليلى مراد اعتقد او حاجه زي كده، هنكلمها برضو في الموضوع ده، بس هي صوت حلو قوي بجد. نتمنى تتابعونا في الفقره دي وتسمعوا صوت ياسمين. في مذيعين كتير جدا اتجهوا للتمثيل ونجحوا فيه، من المذيعين اللي اتجهوا للتمثيل وقدموا اكتر من دور في رمضان ده هو الممثل والاعلامي اياد داوود اللي انتوا عرفتوه من خلال برنامج شبابيك على قناه دريم، هيكون ضيفنا برضو النهارده في نهارك سعيد. من ضمن الناس اللي تالقت وشفناها في رمضان السنه دي ممثله جديده وهي همسه. همسه كانت موجوده في مسلسل حكايه حياه، وكانت طالعه بدور البنت الغنيه اللي من عائله كبيره، وكانت متزوجة في المسلسل من دكتور هشام اللي هو طارق لطفي. هتكون موجودة معانا النهاردة في نهارك سعيد، وتابعونا ان شاء الله. هيكون معانا ايه كمان ريهام؟ هيكون معانا فقرات متنوعة اكيد، ممثلين ومطربين على مدار اليوم النهاردة، على مدار ساعتين هنكون معاكم في نهارك سعيد، تابعونا. ولا يزال السؤال هو، هل دراما رمضان فعلا قدرت تخرجنا من الواقع اللي احنا عايزين نهرب منه ولو لساعات قليلة، ولا فضل زي ما هو مرآة للواقع والمجتمع بكل مآسيه؟ هنجاوب على السؤال ده أكيد على مدار اليوم، خليكم معانا.